السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا عن مواقع كثيرة جدا ذكاء اصطناعي للمعماريين، فالإنشائيين أو المدني زعلوا، فهنتكلم برضو عن شوية مواقع كويسة جدا تقدر إنها تسهل عليك الشغل بتاعك. تمام، في حاجات خاصة بالجنريتيف ديزاين، يعني يساعدك في إن هو يديك أكتر من مقترح وتبدأ إن أنت تشوف أني الأفضل ليك. في حاجات خاصة بالداتا مايننج بوت، في حاجات خاصة بالديزاين بوت، بتبقى حاجات سريعة جدا بيستغل الذكاء الاصطناعي ان هو بيوري له حاجات كتيره صممت، هو بيبدا ان هو يتعلم منها حاجات مثلا زي كده. اول ما تعمل اي تعديل بيعدل لك بقيه العناصر اللي مرتبطه بيه في ثواني. دي من اهم حاجات بتاعت الذكاء الاصطناعي، ان انت لو عملت اي تعديل هو يبدا ان هو يعدل لك بقيه الحاجات. ممكن مثلا عدلت الاعمده ونسيت تعدل الكاميرات، هو يعملها لك تلقائي. من خلال بقى المشين ليرنينج بيبدا يتعلم من التصميم المهندسين ويبدا ان هو يطور في التصميم بتاعه. تبدأ تقول له مثلا محددات معينة، أنا عايز تصميم تكلفته كذا، يبدأ إن هو يشوف التصاميم اللي موجودة ويبدأ يديك اقتراحات كتيرة، تبدأ تشوف أنهي الأنسب ليك. هو مش ممكن بالشراكة بس، ممكن يديك مليون أوبشن. تمام، وبعد كده أنت طبعا عشان ما تتوشي تبدأ تحدد له بعض المحددات اللي تقلل الحاجة ديت. الموقع اسمه AEC Forward.AI. هو موجود جوه الريفت وجوه التكلا وجوه الراينو، كل الحاجات ديت. هسيب لكم رابط الموقع، تقدر ان انت تتواصل معاهم وتجرب ان شاء الله. طبعا الرابط اسفل الفيديو، تقدر تدخل وتجرب زي ما انت عايز. زي ما انت شايف اي تعديل هنا بيبدأ يعدل لك كل المعادلات وكل الارقام الموجودة هنا. سيب لك رابط الموقع وجربه ان شاء الله تستمتع بيه.